حلوة يلي جمالك هبشني يا بنتي يلي جمالك هبشني والهبشة جت في العباية ما جمال وشك دوشني ما خلاها بطوري دي بتعمل دويتو صعيدي. دويتو صوت عالي صعيدي وده شرقي طبعا. دي ما تعرفش ايه تعمل الحاجه اللي بتعملها الحركه دي شرقي. يعني ايه صعيدي؟ يعني صعيدي يعني اوريك الصعيدي. يعني مثلا عندنا هو في البلد مثلا واحنا نرقص لنا طب ده نوع من الايقاعات. في ايقاعات تانية بتستخدمها؟ في النقرزان. مكان ده حل محل النقرزان. ده حل محلها. اديني كده نقرزان وحدها باعتبار انها نقرزان. والطبل بقى بيعمل لنا ايه ايقاعات؟ ده اسمه نزاوي. نقل السريع الملفوف. قول لي بقى انتوا متفرغين للشغلانه دي ولا عندكم شغل تاني؟ بشتغل سواق حضرتك. سواق؟ لما يكون معايا شغل بركن العربيه واتفرغ لشغل عشان ده اساس شغل ده.